بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول. درسنا لهذا اليوم أنماط الضرب وخاصية التوزيع. أنماط الضرب وخاصية التوزيع. أنماط الضرب، فكرة الدرس إني راح استعمل حقائق الضرب والأنماط في للضرب في مضاعفات العشرة والمئة والألف ذهنياً. يعني أنا الآن عندي كلمة حقائق الضرب، هذه يبغى لها تعريف وتبيين وتوضيح، وأيضاً عندي كيف أوجد مضاعفات اللي هي العشرة. إيش معنى مضاعفات العشرة والمئة؟ العشرة والمئة والألف. وبعد ذلك نضرب ذهنيا. كلمة ذهنيا، ماذا تقصد بكلمة ذهنيا؟ ماذا نقصد بكلمة ذهنيا؟ أما حقائق الضرب فإن شاء الله إذا دخلنا إلى داخل الدرس راح تتبين وتكون واضحة وجلية. أما الأنماط، كلمة مضاعفات العشرة والمئة والألف، كلمة مضاعفات يعني إني عندي عشرة، وش مضاعفها؟ يعني ضربها باثنين، 20، بعدين 30، 40، 50، 60، هذه تسمى مضاعفات العشرة. نفس الطريقة مضاعفات المئة يعني 100، 200، 300، 400، 500، 600، هذه تسمى مضاعفات المئة. مضاعفات الألف بنفس الموال وبنفس النسق يصير مضاعفات الألف عبارة عن، ممتاز، ألف، ألفين، 3000، 4000. يعني أفهم من كذا أني راح أضرب ذهنيا. معنى ذهنيا يعني بدون ورقة وقلم، راح أستخدم عقلي فقط لاستخراج الناتج. يعني معنى كذا أن درس اليوم راح يعطيني أعداد مثل 50، 500، 5000، وأضربها وأطلع الناتج ذهنيا بدون ورقة وقلم. درس جميل جدا يتبين الآن. ندخل الآن إلى الدرس ونشوف أبعاد الدرس. يقول لك استعد. بعض السفن الكبيرة المخصصة لنقل المسافرين تسع حوالي 2000 مسافر. 2000 مسافر في الرحلة الواحدة. طيب وش معنى هذا الكلام؟ إن الرحلة واحدة اضربها بكم؟ في 2000، يطلع الجواب 1 في 2000 ب2000. طيب في رحلتين معناها 2، عندي عدد الرحلات 2 ضرب 2000، يعني الرحلة الواحدة راح تاخذ 2000. 2000 2 ضرب 2000 وبيطلع الجواب 4000. هنا راح يتبين لنا حقائق الضرب. ماذا نقصد بحقيقة الضرب؟ حقيقة الضرب أنا ما ضربت 2 في 2000، حقيقة الضرب إني ضربت 2 في 2 فقط. ضربت 2 في 2، هذه تسمى حقائق الضرب. أنا صح أضرب 2 في 2000، ولكن في الحقيقة حقيقة إنك راح تضرب 2 ضرب 2. 2 ضرب 2 بكم؟ 4. طيب وبعدين كم عندي من صفر هنا؟ 3 أصفار، نزلها هنا. أصبح الأمر واضح جدا. يعني إني راح أضرب الحقائق اللي هي الأرقام الموجودة عندي في بعضها، ثم أضع الأصفار، فتصير 2 في 2000، يعني 2 في 2 ب4، وحط 3 أصفار يعني تصير 4000. طيب
نشوف الحقيقة الثانية في ثلاث رحلات. معنى كذا اني وش اسوي؟ حقيقة الضرب اني راح اضرب ثلاثة ضرب اثنين، هذه حقيقة الضرب، ثلاثة باثنين بستة. وكم عندي صفر؟ ثلاثة اصفار، نزل الثلاثة اصفار يصير هذا الجواب ثلاثة في الفين تطلع بستة، بستة الاف، ستة الاف. هذه هي حقائق الضرب اللي قلنا ان احنا نستخرجها ونحن نستنبطها من خلال الامثلة. فبالتالي حقيقة الضرب ان عندي رقمين راح تضرب مع بعض ثم نضيف الاصفار. لو تلاحظ الان لو قلنا لاحد اضرب هذه بشكل ذهني كان عليه بعض الصعوبة، ولكن باستخدام حقائق الضرب وايضا الضرب في مضاعفات العشرة والمئة والالف تجد ان العملية صارت سهلة جدا وبامكاني اني اوجد الناتج ذهنيا. طيب الرقمين اللي ضربناهم في بعض اي حاصل ضرب عددين، هذا العددين تسمى عوامل. شو تسمى؟ عوامل. فالعوامل هي الارقام المضروبة في بعض. الناتج او الجواب، الناتج او الجواب حاصل الضرب هذا يسمى ناتج الضرب، وايضا يسمى حاصل الضرب، حاصل الضرب ناتج الضرب، فيسمى ناتج الضرب. فالرقمين المضروبة في بعض تسمى عوامل، والناتج او الجواب يسمى ناتج الضرب او حاصل الضرب. يقول السؤال، يقول اوجد ناتج الضرب في كل مما يأتي ذهنيا. ذهنيا يعني بدون استخدام ورقة وقلم، فقط استخدام العقل توجد الناتج باستخدام الحقائق اللي استخدمناها اللي قلناها قبل، وبنشوف الأرقام الموجودة عندنا. ثلاثة في خمسة اللي حافظ جدول الضرب مباشرة بيصير هذا الجواب سهل جدا. كم؟ 15. ممتاز. السؤال اللي بعده لو تلاحظ قال لي 50 في 3. بعض الطلاب يقول لي ما اخذنا جدول 50، انا ماني حافظ جدول 50. لا لا، نقول له احنا نستخدم الحقائق. ايش يعني حقائق؟ حقيقة الضرب هذه عبارة عن ثلاثة فقط، خمسة ضرب ثلاثة فقط. خمسة ضرب ثلاثة 15. ممتاز، وانا حافظ جدول الضرب الثلاثة والخمسة. طيب الان كم عندي صفر؟ صفر واحد، نزله صار الجواب كم؟ 150. فصار الجواب 50 ضرب 3 الجواب 150، لأن 5 في 3 في 15، أنزل الصفر صار كم؟ الجواب 150. صارت الطريقة سهلة جدا باستخدام الحقائق، حقائق الضرب. أضرب حقيقة الضرب هي عبارة عن 5 ضرب 3 15، ونزل أنزل الصفر فيطلع معي الجواب 150. آه ممتاز. الآن قال لك 50 ضرب 30، 50 ضرب 30 حقيقة الضرب 5 ضرب 3 أيضا الجواب، الجواب 15. ممتاز. طيب وش أسوي بعدها؟ إذا كتبت الجواب 15 الخطوة اللي بعدها، الخطوة اللي بعدها وش بتسوي؟ ممتاز، نزل الأصفار. كم عندي من صفر؟ صفرين. أنزل الصفر الأول اللي موجود مع الخمسين، وهذا الصفر الثاني الموجود مع الثلاثين. ضربت 5 في 3 15، ونزلت الصفر الأول الموجود مع 50، ونزلت الصفر الثاني الموجود مع 30، فصار الجواب من يقرأه 1500. 1500. فبالتالي 50 ضرب 30 1500، 5 في 3 15، نزل صفرين صير 1500. إذا تمرنت عليها راح تجد نفسك إنك توجد الناتج ذهنيا بشكل سريع جدا، مما يعطيك قوة وأيضا ثقة بالنفس زائدة. السؤال اللي بعده، الله، 5000
بدأ الرقم يكبر شوي، 5000 ضرب 3. ممتاز، ما هي بصعبة. نضرب حقيقة الضرب 5 في 3، حقيقة الضرب 5 في 3، أيضا 15 الجواب. الخطوة اللي بعدها وش أسوي؟ ممتاز، أنزل الأصفار، عندي 3 أصفار موجودة، أنزل 3 أصفار، يطلع الجواب كم؟ من يقرأ الجواب؟ عندي 15 وثلاثة أصفار جنبها على يمينها، 15 ويمينها 3 أصفار. ممتاز، 15 ألف، 15 ألف. فبالتالي أصبحت الآن العملية فعلا أستطيع إيجاد هذه النتائج أو نواتج الضرب بشكل ذهني وسريع. السؤال اللي بعده هنا يبغى له شوية تركيز، يبغى لك شوية تركيز، ركز معي. حقيقة الضرب عندي 5 ضرب 600، حقيقة الضرب ايش هي؟ ممتاز، اللي هي 5 ضرب 6. ممتاز، 5 في 6 بكم؟ 5 ضرب 6 عبارة عن 30. شوف بكتبها باللون احمر علشان تعرف 30. احط الصفر، هذا هو المهم، ان ناتج الضرب كان فيه صفر اضعه، احط الصفر حق ناتج الضرب، ثم بعدها اضرب عندي انزل ليش الاصفار الموجوده في السؤال اللي هو اللي موجوده مع الـ 600، عندي صفرين، ثم انزل الصفرين، الصفر الاول ثم الصفر الثاني. هذه العمليه مهمه، اذا كان حقيقه الضرب ناتجها فيه صفر لابد انزله. بعض الطلاب يقول لا خلاص 5 في 3، 5 في 6 ب 30، يحط ال 30 ثم ينزل صفر واحد فتصير 300. لا، انزل ناتج الضرب كامل حتى اذا كان يحتوي على اصفار، انزل الاصفار ثم بعد ذلك انزل الاصفار الموجوده في السؤال، عندي صفرين انزل الصفرين الموجوده في السؤال، يصبح الجواب 3000. 5 في 6 في 30 وانزل الصفرين، صار الجواب 3000، صار الجواب 3000. يقول عند ضرب عوامل من مضاعفات الـ10، وش مضاعفات الـ10؟ يا سلام، 10 20 30 40. يمكن ايجاد حاصل الضرب ذهنيا. ايش يعني ذهنيا؟ يعني بدون ورقه وقلم، عن طريق العقل مباشره، من خلال استعمال الحقائق الاساسيه. ايش معنى الحقائق الاساسيه؟ يعني الرقمين المضروبه ببعض بدون اصفار، ومن ثم اضافه اصفار يمين النتيجه بعدد الاصفار في العوامل المضروبه. وايش معنى العوامل المضروبه؟ العوامل اي الرقمين اللي ضربناها في بعض، قلنا الرقمين المضروبه ببعض تسمى عوامل، تسمى عوامل. فبالتالي هذه خلاصه الدرس. وش يقول؟ عند ضرب تبغى تضرب عددين، عدد من مضاعفات الـ10، 10 20 30 40 بعدد اخر، اضرب الحقائق الاساسيه العددين في بعض ثم ننزل الاصفار يمين الجواب. يعطينا مثال حتى يأكد. لاحظ معي، أعطاني 40 ضرب 7000، حقيقة الضرب يا سلام 4 ضرب 7، هذه حقيقة الضرب. 4 ضرب 7 بكم؟ 28. 4 ضرب 7 28. طيب طلع الجواب 28. كم عندي من صفر؟ لو تلاحظ مع الـ40 عندي صفر، ومع الـ7000 عندي 3 أصفار، كم عددها صارت كلها؟ يا سلام، صارت 4 أصفار. يعني نكتب الجواب 28 وحط جنبها 4 أصفار، هذه 3 أصفار حقت الـ7000 والصفر حق الـ40، تصير عندي الجواب من يقرأه 280 ألف، 280 ألف، 280 ألف.
يقول لك تذكر إذا انتهت الحقيقة الأساسية بصفر فيجب أن يضاف إلى ناتج الضرب. يعني على سبيل المثال أعطاني 50 ضرب 60، حقيقة الضرب 5 في 6، 5 ضرب 6 كم؟ قلنا 30. بعد هذا نضيف الصفرين معها يصير الجواب 3000. يصير الجواب 3000. أتوقع صارت واضحة العملية. يعطينا بعض الأمثلة. 2 ضرب 300، الجواب حقيقة الضرب وشي؟ ممتاز. 2 ضرب 3، الجواب 2 3 6، حط صفرين. ممتاز. 600، الجواب 600، حقيقة الضرب اللي هي 6 ونضع الصفرين صارت 600. السؤال اللي بعده 8 ضرب 40، حقيقة الضرب 8 في 4، 8 ضرب 4، الجواب 32، حط صفر. عند صفر واحد اللي هو الموجود مع الـ40 فقط، حط الصفر الواحد صار 320. ممتاز. لو تلاحظون ذهنيا مباشرة الآن 100 ضرب 13، حقيقة الضرب 1 ضرب 13، الجواب 13. عندي كم صفر؟ عندي صفرين، عندي صفرين، 13 حط جنبها صفرين، الجواب 1300. ممتاز. لو تدربنا على هذه الأمثلة بشكل مستمر فتصبح سهلة جدا، وممكن انك توجدها بكل سرعة وكل بساطة. السؤال اللي بعده 3 ضرب 9000، حقيقة الضرب 9 في 3، ممتاز. 27، حط 3 أصفار، عندي 3 أصفار، 3 أصفار جنب 27 يمينها كم تصبح؟ 27000. ممتاز. السؤال اللي بعده، لأن درسنا كله يعتمد على ذهنيا، لو تلاحظ أنا ما حاول أن أكتب يطلع الجواب مباشرة لنا ذهنيا. 70 ضرب 60، حقيقة الضرب 7 في 6، ممتاز. حط صفر. 7 في 6 بكم؟ 42، حط صفرين، 4200. يا سلام يا سلام. الآن 500 ضرب 70، حقيقة الضرب 5 في 7، كم صفر عندي؟ 3 أصفار، الجواب 5 في 7 35، حط جنبها 3 أصفار، حط جنبها 3 أصفار صير 35000. واحد يسأل فين جت 3 أصفار؟ عندي صفرين مع 500، وعندي أيضا صفر مع 7، مع 70، أصبح 3 أصفار، أصبحت 3 أصفار. 10 ضرب 120، 10 ضرب 120، حقيقة الضرب 1 في 2، 1 في 12، 1 في 12 بكم؟ ب12، كم عنده صفر؟ صفرين، 12 حط جنبها صفرين، 1200. ممتاز. السؤال اللي بعده 800 ضرب 500، حقيقة الضرب 8 في 5، 40، انتبه هنا 40، يعني ناتج الضرب يحتوي على صفر، فنكتب 40 كاملة. وعندي 3 أصفار، عندي 4 أصفار، كم صارت؟ 5 أصفار، يعني 4 و5 أصفار. لو تلاحظ الآن الـ40 كتبت كاملة باللون الأحمر، ثم الـ4 أصفار الموجودة اللي هي صفرين مع 800 وصفرين مع 500 أصبحت 4 أصفار، وعندي صفر حق الـ40 5 أصفار. من يقرأ الرقم؟ يا سلام، 400000. لو نلاحظ أني الآن عندي دورة الآحاد 1 2 3، يصير هذه دورة الآحاد هنا، وهذه دورة الألوف. دورة الألوف كان فيها 400، نقول 400000 ونسكت، لأن ما عندنا ولا شيء في دورة الآحاد. هذا السؤال جميل، أعطاني عملية، يقول تحدي أوجد العامل المجهول في كل مما يأتي. دام تحدي يبغى له تركيز. شوف أعطاني قال لي 5 إذا ضربناها في عدد راح يطلع الجواب
4000. إيش الخمسة؟ عدد أضربه في خمسة يطلع أربعة. أجل معناه ما راح يطلع 4000، أضربه في خمسة يعطيني أربعة، ما فيه. أجل أضربه في خمسة يعطيني 40، كم؟ الثمانية. يا سلام، الثمانية في خمسة بـ40. طيب كم باقي من صفر؟ صفرين، نزل للصفرين هنا. أجل الخمسة لو ضربناها في 800 تطلع 4000. ليش؟ لأن خمسة في ثمانية بـ40، ونزل الصفرين صارت 4000. السؤال هنا عندي 60، إذا ضربتها في رقم يطلع 1200. أروح أسأل وش العدد اللي أضربه في 6 يعطيني 12. يا سلام، 2. الآن نزل في الجواب كم صفر؟ صفرين، بس أنا عندي منها صفر موجود مع 60. كم باقي لي صفر؟ صفر واحد فقط. فيصير 60 ضرب 20 يطلع 1200. 60 ضرب 20 بـ1200. أنا عندي صفر، ليش ما حطيت صفرين؟ مع أن في الجواب فيه صفرين. ليش؟ لأن عندي صفر في 60. أنا عندي صفر في 60. الآن لو ضربناها 6 في 2 بـ12، وعندي صفرين تنزل، هذه صارت 1200. الآن شوف، أعطاني عملية الضرب عكسية. قال لك 20000 تساوي عدد مضروب في خمسة. يا سلام، إيش العدد اللي أضربه في خمسة يعطيني 20؟ 4. طيب كم عندي من صفر الآن زايد؟ 3 أصفار. هذا صفر، وهذا الثاني أضيف 4 3 أصفار، يصير كم؟ يعني إني أضرب 5 ضرب 4000 يطلع عندي 20000. 5 ضرب 4000 يساوي 20000. حقيقة الضرب 4 × 5 بـ20، و3 أصفار تنزل يصير 20000. رقم 3 إذا ضربناه في عدد بيطلع الجواب 2100. أسأل نفسي إيش العدد اللي أضربه في 3 يعطيني 21 فقط؟ 21 يعني 3 × 7. ممتاز، 3 × 7 = 21. كم عندي من صفر؟ صفرين، يعني 3 ضرب 700. أنزل صفرين، 3 ضرب 700 يصير الجواب 2100. 2100، 2100 يصير الجواب 2100. أتوقع التحدي صار سهل وقدرنا نجاوب عليه. نشوف الآن الدرس الجديد اللي بعده. هذه الأجوبة 800، وجوابنا 20، وهنا 4000، والجواب 700. الآن نشوف خاصية التوزيع. خاصية التوزيع، إيش نقصد بخاصية التوزيع وكيف نستفيد منها؟ يقول استخدم خاصية التوزيع لأضرب ذهنيا. الهدف منها اني راح اضرب ايضا ذهنيا. الدرس اليوم كله يتعامل مع العقل مباشرة، يعني بدون ورقة وقلم، ذهنيا. راح نكون عندنا المفردة الجديدة اللي هي خاصية التوزيع وكيف نتعرف عليها. يقول لك لضرب مجموع عددين، يعني معنى كذا ان في خاصية التوزيع راح يعطيني عددين مجموعة، ثم عدد زائد عدد، بعدين مضروب في عدد ثالث. يقول لك لضرب مجموع عددين في عدد ثالث، كلا منهما في العدد، ثم اجمع ناتج الضرب. يعني على سبيل المثال، السؤال هنا أعطاني 3 ضرب 5 زائد 2. 3 ضرب 5 زائد 2. اضرب الثلاثة أولا في الخمسة، ثم الثلاثة في الاثنين. 3 × 5 زائد 3 × 2. الجواب أطلع الجواب الأول، 3 × 5 = 15، و3 × 2 = 6. اجمع الآن 15 + 6. مثال، نأخذ مثال الآن.
استعمال خاصية التوزيع، يقول أعد كتابة 7 ضرب 20 زائد 6 باستعمال خاصية التوزيع ثم أوجد الناتج. 7 ضرب 20 زائد 6 في البداية أوزع الضرب، أقول 7 ضرب 20 والـ7 ضرب مين؟ والـ7 ضرب الـ6. أكتب الكلام هذا، 7 ضرب 20 و7 ضرب زائد 7 ضرب 6. أطلع عن الجواب 7 ضرب 20، حقيقة الضرب قلنا 7 ضرب 2 14، حط 0 140، صارت ذهنيا سهلة. و7 ضرب 6 42. الآن 140 زائد 42 يطلع الجواب كم؟ مئة اثنين وثمانين. الآن نأخذ معنا بعد بعض الأمثلة. أعطاني 5 ضرب 10 زائد 8، أضرب 5 أول شيء ضرب 10، بعدين 5 ضرب زائد 5 ضرب 8. 5 ضرب 10 زائد 5 ضرب 8، أطلع جواب 5 في 10 ب50 و5 في 8 ب40، اجمع 50 زائد 40 90. هنا نفس الطريقة، راح أضرب الـ2 ضرب الـ20 والـ2 ضرب الـ1، 2 ضرب 20 و2 ضرب 1، الجواب 40 زائد 2 42. هنا راح أضرب 4 ضرب 60 زائد 4 ضرب 5، 4 ضرب 60 زائد 4 ضرب 5، 4 في 60 حقيقة الضرب 4 ضرب 6، 24 حط 0 240 زائد 20 طلع 260. أحيانا الرقم ما يكون موجود بالجمع، يعني مثلا أنا أعطاني 3 ضرب 42، أنا حتى أسهل على نفسي أروح أحول الـ42 إلى حاصل 40 زائد 2، أنا أحولها، ثم نستخدم خاصية التوزيع. نأخذ أمثلة على الكلام هذا. لو تلاحظ الآن أعطاني 6 ضرب 13، يعني 6 أول شيء يقول ضرب 3 زائد 10، 13 صح 3 زائد 10، بعدها أوزع 6 ضرب 10 و6 ضرب 3، 6 ضرب 10 و6 ضرب 3، أروح أوزع 6 ضرب 10 6 ضرب 3، 6 ضرب 10 60 و6 ضرب 3 18، 60 زائد 18 يصير 78، 78. بنفس الطريقة أعطاني 5 ضرب 26، أحول 26 إلى 6 زائد 20، 6 زائد 20، اضرب الآن 5 ضرب 20 و5 ضرب كم؟ 5، 5 في 20 ب100، وخمسة في خمسة خمسة ضرب زائد ستة هذه، وخمسة ضرب ستة كم؟ 30، 100 زائد 30 130. نفس الطريقة أحول هنا، أحول 49 إلى 9 زائد 40، 9 زائد 40، أقول 2 ضرب 9 زائد 40، 9 زائد 40. الآن اضرب، أحول الاثنين ضرب الأربعين والاثنين ضرب كم؟ 9. 2 ضرب 40 حقيقة الضرب 2 في 4 ب8، حط 0 80، واثنين في 9 بكم 18، الجواب 98، الجواب 98. 2 ضرب 40 80، ليش؟ لأن حقيقة الضرب 2 في 4 ب8 وحط الصفر صارت 80، و2 في 9 18، اجمع الآن 80 زائد 18 98، 98. إلى هنا نصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، نلتقي إن شاء الله في درس جديد، وفي أمان الله.